السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد لا ميثود اللي كتجمع لينا بين ديفنا ونورتون. هنا سابعا كبيرة إكيفالونس ديفنا نورتون. هنا هاد لا ميثود اشنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بلي نقدروا نشدو واحد سيركوي سامبل ديال ديفنا ونحولو على شكل ديال سيركوي سامبل ديال نورتون، ونقدروا نشدو هذا ديال نورتون ونحولوه لديفنا في دو سونس، يعني من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. مزيان، هذا هو البرانسيب ديال هاد لا ميثود. هنا باش نطبقوا هاد لا ميثود عندنا جوج ديال العلاقات اساسيين خصنا نعرفوهم. الا عرفناهم هاد لا ميثود غتجينا فاسيل. اول علاقه اللي هي ار ديفنا ايغال ار نورتون، وهذه العلاقه كنا شرنا ليها في فيديو ديال تيوريم دو نورتون. يعني هذه العلاقه تري امبورطون خصنا نكونوا عارفينها. كما كنعرفوا مثلا لا لوا دون يو ايتيغال ار اي، هنا ار ديفنا ايتيغال ار نورتون. العلاقة الثانية اللي مهمة و تاهي خصنا نعرفوها هي شي علاقة، هي شي غولاسيون كتجمع لينا بين او تيفنا و اي نورتون، يعني شي علاقة كتجمع لينا بين هاد الجوج. العلاقة اللي كتجمع لينا بيناتهم هي لا لوا دوم، حيت هنا دي طونسيون هدا كوغون، بحيث ان كما كنقولو يو ايتيكال ار اي، دونك لا طونسيون او تيفنا ايتيكال واحد ريزيستونس هنا مضروبة في اي نورتون، وهاد الريزيستونس اللي غادي تكون عندنا هنايا هي وحدة من هاد الزوج، يعني يا ار تيفنا يا ار نورتون، راهما بحال بحال، يعني وحدة فيهم هنا. دونك او تيفنا كتساوي ار نورتون فوا اي نورتون، ولا او تيفنا كتساوي ار تيفنا فوا اي نورتون. هاد هما جوج العلاقات اللي مهمين في هاد الترانسفورماسيون ديال تيفنا نورتون، إلا بغينا نحولو من هنايا لهنايا. مزيان، الحاجة دابا التانية اللي غادي خصنا نعرفوها، اللي هي دابا مثلا عطيتك سيركوي ديال تيفنا بحال هكا، وقلتلك مثلا حولو ليا سيركوي ديال نورتون. أول حاجة دابا اللي غادي خصنا نديرو هي أننا غادي نشدو هاد الريزيستونس، حيت كما قلنا إير تيفنا هي إير نورتون، غنشدو هاد الريزيستونس غادي نحولوها على شكل ديال إير نورتون. يعني اون باراليل غادي ندير ليها بحال هكا. الحاجه الثانيه اللي غادي تخصنا هي هاد الجينيراتور ديال طونسيون، نحولوه على شكل ديال جينيراتور دو كورون. والعلاقه اللي كتجمع لينا بين او تيفنا و اي نورتون شنو هي؟ هاد او تيفنا الا بغينا نحولوها الكورون غادي نقسموها على ريزيستونس. هنايا شتي، الا قسمنا دابا هادي على ريزيستونس غتعطينا اي نورتون نال الوضون. هكا اللي غادي نديرو، غنشدو ايتيفنا نقسموها على، وهاد ريزيستونس راه هي ايرتيفنا ولا ديال نورتون بحال بحال. دونك ايتيفنا نقسموها على ايرتيفنا غادا تعطينا اي نورتون، وغادي نرسمو لينا هنا جينيراتور ديالنا ديال الكورون، وغادي نديرو اي ان. الطريقة التانية اللي عندنا الى بينا ننتقلو من نورتون لتيفنا، مثلا شدينا عطيتك هاد السيركوي ديال نورتون، اشنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد ريزيستونس ديال نورتون غادي نديروها على شكل ديال تيفنا صافي، وغادي نشدوها لو كورون الى بغينا نحولو طونسيون غنضربو في ريزيستونس اللي هي هادي اي ان، غنضربوها في ريزيستونس غادي تعطينا لو تيفنا، وكنرسمو السامبول ديالنا ديال جينيراتور دو طونسيون. صافي كيولي عندنا هنا جينيراتور دو طونسيون، وهنا ريزيستونس ديال تيفنا، هادي هي او تيفنا اللي على هاد الشكل. صافي، هادو هما افكار اللي مهمين باش نقدرو نديرو ترانسفورماسيون من تيفنا لنورتون ولا من نورتون لتيفنا. كنتمنى يكون هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، والاهم هو يكون وصل الفكرة بافضل ما يمكن. يلا، وشكرا بزاف على حسن المتابعه ديالكم، وكما كنقول لكم ديما الا كان عندكم شي ملاحظات ولا شي اقتراحات
وتنساوش تخليهم ليا فشي كومنتير في التحت. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بشي جيم و ابوني و شي دعاء طيب. يلا كان معكم اخوكم نيرو من قناة نيرو اكاديمي، وما توفيقنا الا بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.